برضو بعد نقدر اختار رقم خمسة. خمسة حلوة اي خمسة حلوة اي. طيب خلاص خليك على خمسة. كرة في الرقم خمسة تفضل حط الكرة. ان شاء الله خير. ما وصيتش. تعرفي وين تروحين؟ لعبت الكرة في الرقم خمسة. خلينا نسمع السؤال مع بعض ونعطيه محمد. أي أغنية لراشد الماجد تبدأ ب الله يا زين اللي احضرت يا راشد الزين مغرورة. يلا يا محمد. أغنية راشد الماجد. هالأغنية أخذت واجد صدى. والله السؤال هذا فني أكيد يعني 100% يعني. أكيد أكيد يعني ما في كلام. إذا يحب الأغاني ولا لا وراشد بالتحديد. مو صعبة محمد لهالدرجة يعني. أنا أستبعد الزين. يلا يلا أستبعد الزين. مغرورة ما أعتقد. وبالتالي أنا أعتقد 100% إنه الأغنية مطلعها تكون يا راشد. وبالتالي راح أختار رقم واحد إن شاء الله. إن شاء الله خير. يلا. إيش رأيك نايف؟ والله صراحة أنا شك فيه. صراحة بس إن شاء الله خلينا نشوف الجدار وش يقول إذا صح ولا لا. الإجابة صحيحة. جميل جدا. ولعبت الكرة في رقم خمسة زي ما قلت لك الرقم خمسة قريب من 75 وإن شاء الله تنزل الكرة فيه. خلينا نشوف الكرة وين راح تنزل. يلا نزلوها. يلا نزلي. يمين 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 يمين. حلو. ايه 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 يمين يمين يمين. لا 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 يمين 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 يمين. لا 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 لا. ايوه ايوه. حلو حلو ممتاز. حلو ممتاز لحد الحين صراحه تمام. راشد الماجد جاب لك 15000 اليوم. وبكذا رصيدكم على الجدار صار 45224 ريال سعودي. حلو 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 ممتاز ممتاز. وهذا